fighting for jobs, not for war. No war on Syria. Fighting for jobs, not for war. No war on Syria. Fighting for jobs, not for war. سيدي بشار كيف ابدي خطابي وكيف بسوق الاشعار دامك من فوق الشعر كله يا ابو ساطع بعز النهار الشمس تشرق احيانا وتبيب ولا انت نورك سيد الانوار لا جيت اوصفك يعجز الوصف انت بس يا سامحي قائم في سبع الابحار نحتار وحي ربنا الدنيا بس كيف نحير وانت محير امريكا سيدي بشار نحتار وحي ربنا الدنيا بس كيف نحير وانت محير امريكا سيدي بشار اسرائيل الفلسفه والامريكا المراوغه وتسيد المواقف وما يهمنا العدو لو جمع انصار كيف يريدون يغيرون النظام والشيخ يهتف للاسد والرضيع يبكي فرح للاسد ودموعه اسلاح من النار المجلس امنهم نبعث رساله المجلس امنهم نبعث رساله نعلن الولاء لك يا اسد طبعا على الوطن الغار من الشام وريفه من الشام وريفه من حلب للوسطى للجنوب احنا سيوف الزعيم ابن الاحرار من الدير للرقة للجزيرة فسلاحنا الكرامة سلاح ابن الوليد وعلى الكرام على الكرامة ربان الأسد حافظ سوريا وبشار الفاس ربان الأسد حافظ وتربيتنا على الشموخ ومعاد نكمل المشوار غادف عرب جيل احنا وهاون ودروع عنب سيدي بشار نختار ومن نختار وليه نختار اخترنا خير الاخيار وبخيره في مختار الخبير الصقر بشار يا دكتور حكام العرب والغرب ليه هالبجافون وليه ما حمانا الا الجيش ما حمانا الا الجيش ليش عم تخون وليش ليش عم تخون وليش ما حمانا الا الجيش ما حمانا الا الجيش الله محيي الجيش والله محيي الجيش الله محيي الجيش والله محيي الجيش يا قائدنا